آلام عالمدى تسرح في قلبي تعبر وتجرح وأخبي الآه تغلبني عخدي دمعتي وتفضح أنا هم البلد همي وأم الياسمين أمي ولو تنده على دمي أصير الهالة هذه الفح أنا الحلم الفلسطيني الذهب بنطار اللي يقهرني يهيم العيش ويحرمني لاجل علبة عبص مني انا بتخلى مهما صار انا الحلم الفلسطيني انا الشعب اللي بتألم من المحتل ما سلم انا الشعب اللي بتألم من المحتل ما سلم أرد جدي لأحفادي ألا سجل ألا فعلم على غرابة رح ساوم يا عالم مهما بتلاوم ولو وحدي أنا بقاوم بصير في عندي يتكلم أنا الحلم أنا الحلم أنا الحلم الفلسطيني طيب يا جماعة أنا على كل حال طالع وأنتوا خذوا راحتكم واحكوا زي ما بدكم وإن شاء الله بتتفقوا تزني يا أبو أدهم؟ أبا بتزكيش أنا بدي حقي الأرض الشرقية روشانها مجهزة قبل ما نروح المضافة اختصار للمشاكل أتتجملش علي هذا حقي وحق أختي وحق ابني حتى كريم حرمتوني من هين أبوه وسيدك رموا أمي في الدار البراني وتبحبحوا بكل الدار درت ربنا هادي قول صاروا بأرض الحق الله يرحمهم أنا شو خصني أنا شو ذنبي تعاقبني على شغلي ما عملتهاش شو خص أولادنا تورثهم الكره والكراهية والمشاكل الداعية ذنبك انك قعدت عجوز قص اتربعت على الغلة ابو اكرام بدي حقي اعطيتك حقك وزيادة بس بتساومني على ابني بهالطريقة يا ابن عمي ابنك طخ ابني كل شعرة ببدنك بتعرف انه ابني بيعمل هيش هاي الارض الشرقية اشبع فيه بس تبعدش انك انت تكون طخيت على ابنك عشان تورطني وتورط اكرم اذا مش اكرم مين بلاش الغريب اسمع صوتنا بكفي يا امباشي امباشي شكري Thank you.
شاء الله اتفقتوا. أنا أعطيتك اللي بدك إياه. شو بدنا؟ نسكر المحضر؟ هات ابني. عسكري خذ باكر معك وسلموا ابنه خليه يروح. مشاريبكم احسابي، حلوان لطلعت اكرم، اهلا وسهلا، تفضلوا. عالشافة. تفضلوا يابا، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا تعريفي. حبيبي حبيبي. تفضلوا يا جماعة، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا يا ابو اكرم، الحمد لله على سلامتكم. الله يبارك فيك. الله يسلمك، الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا ابو اكرم. الله يسلمكم. وحياتك وحياتك يا ابو بهجة اللي اداويهم بدهم. وبعدين يا ابو ادهم بدناش نخلص من هالقصة، ارضى بنصيبك يا اخي وخلاص. ابو حافظ اللي انطخ عليه بيكون ابني، هالقيس صار الحق علي، بدكن تلبسوني اياه. يعني لو صارت معك انت بتقبلها؟ إيه لا والله ما بقبلها. بس يا ابو ادهم اول اشي ابنك الله يقيمه بالسلامة، ثاني اشي انت بتعرف انه اكرم ما بيعملها، وتالت اشي في ايادي خفية استغلت الخلاف اللي بينك وبين ابو اكرم على الميراث، وهدولي هن اللي بيصبوا الزيت على النار يا ابو ادهم. خلاص خلص هالقصة وخلي المي ترجع لمجاريها يا أبو أدهم، الله يرضى عليك. توكل على الله ونعم بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام.
الحمد لله على سلامته يا ابو اكرم. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. الله يسلمك يا ابو حافظ. شو مش شايف الشيخ ابو جمال وينه؟ الشيخ ابو جمال يا سيدي طلع مع المشايخ على الجبل علشان يتحروا هلال شهر رمضان. كل سنه وانت سالم. كل سنه وانت سالمين يا جماعه. وانت سالم يا ابو حافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وبعد. لقد ثبت لدينا بالوجه الشرعي القاطع أن يوم غد الأول من غرة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى سائر المسلمين باليمن والبركة، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله في هذا الشهر وفي كل شهر، وأوصيكم كذلك بصلة الأرحام وإطعام الفقير والمسكين والمقطوع، وكذلك إطعام الفقراء والأرامل والأيتام، وأن ننظر إليهم نظرة الأخوة والمحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. سلام تسلم يا جماعة. سلام سلام يا حبيبي. حبيبي حبيبي أبو أكرم حبيبي. كل عام وانتم بخير. يا رمضان. وأهل وسهل يا رمضان. أهل وسهل يا رمضان. شهر التوبة والغفران وشهر البركة والقرآن. أهل وسهل يا رمضان. شهر التوبة والغفران وشهر البركة والقرآن وشهر العطايف والعوامة كمان. يهنيك بسلامته أخي. الله يسلم عمرك يا خيتي. يلا قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله فرحتنا اليوم فرحتين، فرحة بخروجه بالسلامة وفرحة بهلال رمضان. كل سنة وانت سالمين. وانت سالم. نبيلة قومي حضر الأكل لأخوك. على راسي. لا لا اقعد تحطيش الشيء ما أكلوا شبعة. يوم هم بالحبس بيعملوا أكل. والله يا أبا العسكر اللي اسمه سلطان جاب لي أكل ودار باله علي. طيب يابا قوم اتحمم وغير وعيك، خلينا نلحق أول صلاة تراويح. يلا يلا. ونزلت عالسوق نازل. 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 لقيتها التفاحة. لقيتها التفاحة. لقيتها التفاحة. لقيتها التفاحة. حمرا حمرا لفاحة. حمرا حمرا لفاحة. وحلوة حمرا ولفاحة. حلوة حمرا ولفاحة. حلوة حلوة لفاحة. حلوة حلوة لفاحة. ولقيتها التفاحة. لقيتها التفاحة. حمرا وحلوة ولفاحة. حمرا حلفت ما باكلها. 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 لا يجي خي وبي. لا يجي خي وبي. حلفت ما باكلها تا يجي خي وبي. شو شايفك طربان يا وديع؟ هاي كنا نغنيه واحنا صغار لما كنا ننزل على السوق نازل. تعرف يا نعيم هاي اول رمضان اللي بكونش فيه بنابلس. بهمش غمي وبتزول يا زلمة، تنساش انك هان بين اهلك وناسك. والله ونعم الاهل انتو. كوم تعال روح نصلي التراويح بلاش تروح علينا. يا الله يا رب. صلاه
التراويح يرحمكم الله الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مبارك عليك الشهر أخي. الله يبارك فيكي. بدرية شو مصحيك لهالقيتة؟ شو مصحيني لهالقيتة؟ هو أنا غمضت العين بستنى تروح تحدثني شو صار معك ومع أبو أكرم. صلي على النبي. اللهم صلي عليك يا نبي. روحت صليت التراويح، بعدين مرقت على المحل، حضرت لشغل بكرة، بعدين رحت على الحمام اتخسلت وجيت. ريتو نعيما. انت بتعرف انه مش عن هيك انا بسأل، شو صار بينك وبين ابو اكرم؟ خلص خلص، المكتوب مبين من عنوانه. بدريه، انا مش من جماعة نيني نيني شوك الخس بيأذيني. شو هذا؟ قلت لك ما بدي حق ورا عم طالب، بس مش هاد كل حقني. خد اخي. بدرية مساء الخير يا عم نعيم. مساء النور. اهلا عم بكنعان. ابوك في الدار؟ والله ابوي نزل على المدينه ولهلكيت ما رجعش. خير عم بكنعان؟ عاوز شيء؟ خير؟ من وين بده يجي الخير يا عمي؟ قوموا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم، صلوا على النبي المختار، والجار يتفقد الجار. والله يا ابو نعيم اني احترت معاه، حاولت معاه كثير على الفاضي. هو طمعان باكثر من اللي اعطته اياه، طمعان بالصبانه. على علمي انها هاي الصبانه للمستوره زوجتك، يعني انت مش وارثها عن ابوك تتكاسبوا فيها او ياخذها منك. شوف يا ابو نعيم، من وجهه نظر ابو ادهم انه زواج جدنا سيدي وسيده من وحده تانية هو سبب اللي هو فيه، سبب اللي صار له. أنا على كل حال عملت بشرع ربنا وأعطيته أكثر مما بستحق، بس مشان ما أحسش حالي ظالمه. طبعاً أنت مش ظالمه، أنت مش ظالمه يا أبو أكرم. أقول لك منه لربه. قلتك وعند الله تجتمع الخصوم. هلا إذن الإمساك. تفضلوا تفضلوا تفضل يا أبو. سلم الديات. بليق المي يابا من حداك الله يرضى عليك. ايه ريقي بنشف دبيت النار كل يوم. روحي بتطلع قومي يما نعمة في اخوك ومرتك. حاضر. ارتاحي انا بقوم بصحيهم. يا نادر يا هلا.
يما مش راضين يصحوا. قومي يما نعمة في أخوك ومرته. ارتاحي أنا برد أقوم. ندورة، هلهولة، ندورة. أخي أنت صحيت؟ شو بدك يا أختي؟ تيجي تتسحر. ضرب المدفع، ارجع نام. هيك صيامة هذا اليوم يا رب العالمين. أمي يما الله يرضى عليك، يضب هالمادة. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. محافظ، يا محافظ. يا ابو حافظ، احنا خارجين، بدكن اشي؟ لا بس الله يرضى عليك، ابعث لي حافظ بعد الظهر خليه ياخذ هالسالية على الفرن. ان شاء الله ان شاء الله. شو يا حافظ يابا، حضرتوا التمر؟ كل شي جاهز يابا. طيب تمام، يلا على بركة الله. فردوس، رمضان كريم يا ابو الخير. وحلو حلو، بس حلو حلو. تعال صايم. لحظة ببين من الجلد. صايم خاطر. ابو الخير انت قاعد هون ايه؟ الي ساعة بدور عليك في الحارة، ما بتضيع الا بلاقيك قاعد بقرن التعريفة. هي حبيبي ابو الخير، حبيبي بعمه بعمه حبيبي يا تعريفة. اي هو في احلى من عدة تعريفة بالحارة يا ابو بلال. سيبنا من تعريفة هلا، قول لي دخلنا برمضان وما فقدناش اختك ام سعدية. يي اختك سعدية فقدتها وفقدت تعريفة. والله صحيح يا يابا، وشو ناوي تفيدها انت السنة؟ اسمع سيدي، انت بتجيب اللحمة وانا بجيب الحلو. وانا ما اقول حلو، حلو. شو الحكي هذا؟ اسمع يابا، انت بتجيب اللحمة وانا بجيب الحلو. حلو. لا مش حلو سيدي، بدك ترجع لراسي انت، انا بجيب اللحمة وبجيب الحلو. حلو. خلص يا يابا، معناته انا بجيب الميات. حلو. الله بريك يا صايم. يلا ولا من هون، يلا مفطرين؟ والله لا احكي لاهلكم. مش حرام عليك نفطر وانت بهالعمر؟ مفطرين الاولاد يا شيخ وطحيتهم. وهذا الاكل اللي بتمك واللي بايدك للاولاد؟ ماني معذور يا شيخ، بطني بوجعني من الصبح افطرت. شوف يا سعيد، لو انت كذبت علي مش راح تقدر تكذب على ربنا عز وجل. الصوم مش عن الاكل والشرب بس يا سعيد، الصوم عن الغيبه والنميمه والحكي على الناس. اني يا شيخ انا بعملش اشي. انا بنصحك لله انك تتوب توبه نصوحه، ربنا غفور رحيم. ماشي يا شيخ، ان شاء الله ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يما هيني جزت وبدي اخرج، بدك مني اشي؟